الو مرحبا، شكرا لاتصالك في خدمة العملاء. شلون اقدر اساعدك؟ مو اخدمك، اساعدك. 14/11/2019، تسجيل من شاومي مي 9 برو 5G. صبحكم الله بالخير. موتورولا نزلوا جديدهم اليوم. تدري جدا عن انقطاع يا جماعة، عندي مكالمات الدنيا، بعدين عندي اجتماع، بعدين توني طالع، فماني قادر اغطي. حتى كنت بتكلم عن الاي سي او قبل كم يوم. عموما راح نتكلم عن الاجهزه القابله للانحناء ومستقبلها اليوم ان شاء الله مساء. الميزه هذه موجوده بكروم، كليك يمين على الرقم بعدين كول، راح يتصل على الرقم اللي مربوط بحسابك. لاحظ، اوريكم الصوره الحين للغه العربيه. اضغط الرقم 1. مرة ثانية، التحديث لبناء جديد من النسخة 1909. هذه النسخة انسايدر. موريكم اللي تحت اللي هي كمية البرامج اللي مفتوحة. ثواني، الحين راح نفتحها من الصفر. انا راح افتري، راح اخليه حدث حاليا يسوي انستولينج، في نفس الوقت راح افتح السكان واخليه يسوي سكان واكمل على باقي التطبيقات بالشكل هذا. مساكم الله بالخير. انا حاليا ما تصنع، انا على طبيعتي ادش البيت واكلمهم بالشكل هذا واقول لهم مساكم الله بالخير. سنتحدث اليوم عن الاشياء الجميله، استحضر من ابل الاشياء الجميله وابتسام المصطنع. موضوعنا اليوم يتحدث عن الشاشات والشاشه هذه، الشاشات والشاشه هذه اللي هي AMOLED. الشاشه هذه من صناعه ابل، الAMOLED. يا جماعة ما راح أخلص، أنا خلنا نتكلم موضوع اليوم. 14/11/2019، تسجيل من شاومي مي 9 برو 5G. مساكم الله بالخير، للحديث عن الشاشات ماضيها ومستقبلها. شاشات في عالم الهواتف من اشتهارها، لأن في قبلها، من شهرتها LCD LED، بعدين تم الاستثمار بال LED صارت OLED، تم الاستثمار بال OLED صارت AMOLED، بينما الجي الوحيدة اللي راحت حق PMOLED وسمتها POLED، اختصرت الM اللي تقصد فيه بلاستيك OLED. الحين الكلام هذا اللي بين داشين ما عليه دليل، ترى هو عبارة عن دردشة مع مدراء سامسونج. سامسونج تقول ان اول شاشات AMOLED اللي هي AMOLED اللي كانت موجودة على سامسونج جالكسي S1 ما كانت موجهة لسامسونج، حسب كلامهم هم كانت موجهة لأبل، وانت يا المقبور المحروق رفض انه يستقبلها وتحول للLCD عشان السعر. وكان العذر المشهور الشاشة أشبعة، حيث ان الالوان أشبعة وحيث ان الالوان غير جيدة والكلام هذا، بعدين انتقلوا لها صاغرين. وين الفكرة؟ الفكرة يا جماعة الخير ان سامسونج استثمرت AMOLED، استثمرت فيه لان هذا يوفر طاقة اكثر من PMOLED مال LG، بينما اللي موجود عند LG السطوع فيه اعلى واللون الابيض والاسود فيه افضل، لكن صرف الطاقة اعلى في LG. الشركات اللي دفعت اموال ضخمة واستثمرت في قطاع الشاشات سامسونج والجي، وكان عندهم نماذج اولية ونماذج يحطونها بالمعارض، بل انهم اطلقوا بعض النسخ الفا. ابتدوا في عالم ويندوز موبايل بأنهم أول من طور طريقة اللمس في ويندوز موبايل في جهاز اسمه سامسونج أومنيا على ويندوز موبايل وليس ويندوز فون. في عالم أندرويد طوروا شكل الشاشة أكثر من مرة في جهازهم الأول اللي اسمه سامسونج راوند، هذا شكله. وبعدها نزلوا جهاز اسمه سامسونج جالكسي نوت إيدج، كان مائل من جهة واحدة، هذا شكله. لما كانت سامسونج تودي الأجهزة للانحناء للداخل يعني بالعرض، راحت LG للانحناء للطول مثل جهازهم LG فليكس 1 وفليكس 2. بعدين ظلت سامسونج متعلقة بالقشة اللي هي ويندوز فون، وقدمت لنا نموذج في أحد المعارض كالتالي. وظلت سامسونج سنين طويلة تلوح بشاشاتها المنحنية نفس الشكل مال ويندوز فون وغيره، يعني أوريكم صورة أيضا بالمعرض اللي بعده قدمتها بالشكل التالي. بعدين سامسونج قالت بما أن فكرة نوت إيدج الأول نجحت، خلينا نقدم سامسونج جالكسي S6 إيدج اللي كان منحني من الجهتين. لوحت سامسونج بأكثر من براءة اختراع بأن عندنا جهاز ينثني مرة للأعلى مرة للأسفل، سجلت مجموعة كبيرة، وآخر شيء نزلت جهازها فولد. مع تقديم مجموعة من النماذج تلقى كثير من المطورين أو حتى الجرافيكس ديزاينر
يصممون نماذج يزعمون انها سامسونج وقدموا النموذج التالي مثلا. سامسونج سجلت براءة اختراع للأجهزة التي تقبل الانحناء من الأعلى لأسفل، نفس فكرة موتورولا. أوريكم الشكل. أغلب الشركات اللي تتكبر على التقنيات الجديدة ما تتبناها حتى لو بنموذج واحد يطوفها القطار. حصلت كثير من التعاونات والاندماجات وشركات صغرى كبرت، بينما الثاني راكب راسه وعلى باله أنه هو عند السوق، والسوق طافة وتجاوزه وداس عليه. بالإضافة يجب عليك تبني التقنيات الجديدة حتى لو ما كنت مقتنع فيها. يمكن السوق يروح بالشكل هذا فراح تفقده، على الأقل جرب بنموذج واحد. ما هو مستقبل هذه الأجهزة؟ هذه الأجهزة مشاكلها اليوم السعر، وأنها ما وصلت لثبات محدد، يعني دخول الصخر، دخول الحصى، الرمال، الماء، ما وصلت لثبات واضح أنها ما تتلف أو ما تخرب بسرعة. أيضا هذه الأجهزة ما حصلت على حماية واضحة، يعني السابق احنا وصلنا لجوريلا جلاس والناس تعاني من الكسر، يعني الناس عندها غوريلا جلاس اللي هو أفضل أنواع زجاج حاليا، وتعاني أن أجهزتها تنكسر بسرعة، فبالك بأجهزة غير محمية بزجاج أصلا. تبدال تقنيات جديدة بقديمة، يعني تبي تحط شيء جديد لازم يكون أكثر كفاءة من القديم. ما يكفي أنه يكون شو وأنه يكون شيء جميل، ما يكفي، لازم يكون أكثر كفاءة، لأنك تبي تستخدم التليفون، تبي تلعب جيمز، تبي ترد على المكالمة، تبي تصور. إذا كان الجهاز الجديد أبو شاشة منحنية ما يقدم هذه الأمور فلا هلا ولا مرحبا فيه. إذن ما هو مستقبل هذه الأجهزة؟ إثبات جدارتها وكفاءتها. إذا ما قدرت تقدم هذه الأمور خلاص راح تكون هبة وتنتهي، مثل هبة الساعات، مثل هبة الفي آر، مثل غيرها. أستسمحكم بالتالي، يعني نختم فيه، أرجو أن كلامي هذا ما يكون مزعج للبعض. شركة بي او اي اللي استثمرت في عالم الشاشات ورخصت اسعار الشاشات وقدمت شاشات اميلود للاجهزة الصينية، انا لا اجد هذه الشركة الا سارق كبير، لان انا شفت هذه التقنيات عند سامسونج وعند ال جي قبل بي او اي، وما سمعنا بي او اي او تقديم منتجات لبي او اي الا بعد افكار سامسونج وال جي. موتورولا ريزر، اخي الحبيب مسؤول موتورولا، ادنك راح تستهبل وعلى بالك الكلام هذا ما يوصلك، راح يوصلك. الوضع التالي: تواجد جهاز بفكرة جديدة لا يكفي في ظل منافسة الصيني اللي راح ينسخ جهازك. نزل جهاز بعتاد متواضع جدا وقديم، يعني عتاد 2018، وبعدين تقول ليش ما باع جهازي؟ والله لأنه غالي. هو لأنه غالي سبب من الأسباب، بس اللي عنده فلوس راح يشتري. انت ما قاعد تقدم أفضل سيناريو حق هذا الشخص اللي راح يدفع، انت قاعد تقدم سيناريو زين، فكرة حلوة. بس نحن أول هاتف في العالم على رأسي، هاتفنا وصل القمر، صحيح فعلا على رأسي، أول من قدم 5G على رأسي، ما عندي مانع، شركة كبرى حلوين، أقدم خالص شكري وتقديري لما قدمتم، ولكن السوق راح يدوسكم دوس، هذا جهاز يفشل. عموما أرجو أن موضوع اليوم يكون حاز على رضاكم، كنت بكمل بأكثر من نقطة لكن خلاص وصلت للنقطة اللي أنا أبيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.